الوضع اللي موجود سنوات 2011 و2012، لأنه احنا الترشح كان في سنة 2013 ما كانش اليوم، كان وضع فيه صعوبات، فيه صعوبات على مستوى البنية التحتية، على مستوى المشاريع الموجودة، على تعطل المشروع الكبير اللي هو مشروع مدينة صفاقس الرياضية، وبالتالي كان فرصة للتشخيص. ولكن وقت اللي قررنا أن باش ندعم هذا الترشح هذا، وهذا القرار جاء من الحكومة السابقة، فأنه بالتالي هذا تعهد لابد أن نمضي فيه، لأنه كل تعهدات الحكومة السابقة هي ماضية في حق الحكومة هذه. وأنا اليوم كنت صريح، قلت هذا الوضع اللي لقيناه، ولكن رأي العملية تخضع إلى عملية انتخابية،